يا مزاجو يا مزاجو، طب اطلبين انفخ معاكي. بقول لك ايه، انا دماغي منفوخه وقد كده ومش ناقصه حد في السهالي. وايه رايك لو اقعد معاكي وما اطلعش؟ يا خوفي لا اخرج من الفيلا من غير حكم. لا حكم ونص. انت بس اللي ما واخداش بالك. اما نشوف، مش عارفه انت وابنك عايزين ايه تاني. ولدي مين فيهم؟ هو في غيره اللي مدوخني وكابس على روحي ومخوفني؟ ماهر الشملول عايزها تيجي تترمي في حضنه وتقول له شني يا حواش. ربنا يسلم طريقه، دوت حلال مصفي. طبعا هو هيجيبه منين؟ باين عاوزاها تتلون بلون الطين. لا طين ولا زرع يا حاكم، انا اللي غلبانه ومحدش سائل فيا، عمال ادبر من هنا واخطط من هنا وانتوا ولا شايفيني. ابنك لازم يرجع من بره خاطب البيت، انا خايفه صافي حد يلف عليها من الجامعه. ما تخافيش، ماهر هيتجوز صافي والسنه دي مش بعدين. يا روحي وايه السكه دي؟ اخوي الله يرجعه بالسلامه، عمره ما حيرجع على رجليه. اخوي امله ضعيف والاعمار بيد الله، سيبينا احنا نحكم واعمالنا هنا وكله بعد كده حيهون. تعرف لو انت صح يا حكم تدخلني عند غنيم. اسمعوا، انا عاوزكم تاخدوا كلكم اجازه. اجازه؟ نمشوا؟ كيف نمشوا والكبير راقد عيان؟ وانت بالذات تغور لحد ما يجي سيدك. انا متماسمر هنا لحد صاحب البيت الكبير ما يقلعني. هطخك يا ربيع لو فتحت حنكك تاني. يلا غور بلا قرف. غور كبير. رايحة فين يا زكية؟ مالك يا كريمة، بتحرصينا ولا بتفتشينا؟ لا كده ولا كده يا اخوي، انا بس شميت ريحة ما عجبتنيش، قلت اقوم اشوف روحي طبقة عليا ليه. خش يا كريمة مكانك وسيب اخوك في حاله. رجلك مودياك فين يا حكم؟ عاوز تخش اوضة ابو هيبة؟ وما خشش ليه؟ وتخش ليه؟ عاوزة ايه يا كريمة في ليلتك دي؟ صباح تسيب لي فدانين ابوي. فدانين؟ هخش انا واسيبك يا حكم تشوف دنيتك الجديدة. ما تخشي، مالك اتخشبت ليه؟ ايه هتنامي ولا ايه؟ جميلة الساعة دي، غالي يا حكم وانت غالي. تك ذهب يا غنيمة.
جمال الملك في ذهبه. مخبي الملك ايه تاني يا هيبه؟ اللي يقعد على الكرسي يقبت فيه. خد راحتك يا حبيبي.